وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة بثينة خليفة قاسم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة البحرين. أهلا بك معنا في هذه النشرة، ولو تحدثينا عن المشاركة الإيجابية والفاعلة لمملكة البحرين في مختلف الاجتماعات رفيعة المستوى للمنظمة الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة التحديات وتعزيز التضامن الدولي. مساء الخير. كما تفضلتم، لمملكة البحرين مشاركة فاعلة وإيجابية وذات صدى طيب في المنظمات الدولية، حيث نجحت السياسة الخارجية بفضل سياستها الهادئة والمتزنة في ترتيب أولوياتها طبقا لما تقتضيه كل مرحلة زمنية على حدة لمواجهة التحديات وتعزيز التضامن الدولي. إن صانعي السياسة الخارجية في مملكة البحرين لم يؤلوا جهدا في واقع الأمر منذ البدايات الأولى في رسم خط سير عمل الدبلوماسية البحرينية الرصينة، بالعمل على صياغة سياسة خارجية مستقلة تراعي المصالح الوطنية العليا من جهة، وتعمل على الحفاظ على مكانة مملكة البحرين في كافة تحركاتها الإقليمية والدولية والعالمية. وفي هذا المنطلق راعت المملكة منذ انضمامها لعضوية منظمة الأمم المتحدة سنة 1971 والوكالات المتخصصة التابعة لها جملة من الركائز، أذكر منها الحرص الدائم على المشاركة في المؤتمرات الأممية الدولية، التعاون والتنسيق والتشاور المستمر مع مسؤولي المنظمات الدولية، واللقاءات الثنائية المستمرة مع مسؤولي المنظمات الدولية. ولأن مملكة البحرين عودتنا دائما أن تكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، فقد عملت باجتهاد لأن تدعم وتعزز من جهود منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها، سواء كان مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الأجهزة الفرعية التابعة للمنظمة، وذلك من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الدولية، سواء كان كما تفضلتم في تقريركم المفصل حقوق الإنسان السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية أو الثقافية. ويكفينا فخرا حقيقة أن المملكة نالت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 لعام 2006 بترشيح الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة كأول سيدة خليجية تتبوأ هذا المنصب الرفيع. من جهة أخرى، انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة من مجالس الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان في سبيل مؤازرة حقوق الشعب في استقلاله وتقرير مصيره ومناهضة سياسات الفصل العنصري، فضلا عن عضوية مملكة البحرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك طبعا عن الشراكة الشاملة بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين من خلال الإطار الاستراتيجي المشترك للأمم المتحدة 2021-2022 التي ستستهدي فيه برؤية البحرين 2030. وقد استطاعت السياسة الخارجية البحرينية أن تحظى بقبول كبير في المحافل الدولية بفضل مواقفها الثابتة والرصينة، حيث الكلمات الكبيرة والراسخة التي تلقيها مملكة البحرين من خلال وفودها المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنبثقة عن حرص دائم على عدد من المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية، أبرزها تعزيز دور الأمم المتحدة في شتى المجالات ومسارات العلاقات الدولية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وتنفيذ القرارات ذات الصلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين. كل هذا وأكثر انعكس بدوره لأن يتم اختيار مملكة البحرين لتكون عضوا لعدد من المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإعلام، وهي كذلك مقر لمكتب خدمات ترويج الاستثمار للتنمية الصناعية. ومن الأهمية بمكان أيضا الإشارة إلى عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 1998 و1999، وقد كانت ولا تزال
تحمل على عاتقها لواء الدفاع عن المصالح والقضايا العربية والخليجية والإسلامية والإنسانية بشكل عام. نعم، الدكتورة بثينة خليفة قاسم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.